قال اتحاد حسن التميمي المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتباعد والإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة، وذلك مع قرب حلول ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وقال التميمي خلال مؤتمر صحفي عقده في النجف الأشرف وحضرته قناة زاغروس إنه ناقش مع محافظي النجف كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لزيارة الأربعينية. حقا هذه الزيارة كانت عدة أهداف وأسباب لها. السبب الأول هو كما تعلمون إحنا مقبلين على الزيارة الأربعينية لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وناقشنا مع السيد المحافظ والسادة نواب المحافظ والسيد مدير عام دائرة الصحة النجف الأشرف السبل والاستعدادات التي قامت بها دائرة الصحة النجف لاستقبال ملايين الزائرين. أيضا حقيقة المحطة الثانية اللي هي استقبال الفرق الأجنبية في مركز أمراض القلب في دائرة الصحة النجف، وكما تعلمون وزارة الصحة تحولت من الإخلاء الطبي إلى الاستقدام التدريجي للفرق الأجنبية لمعالجة المرضى العراقيين داخل العراق ولا سيما في مجال جراحة الأطفال. وأيضا حقيقة اليوم تواصلنا مع السيد المحافظ والسيد مدير عام دائرة الصحة النجف لمتابعة المستشفى أو مدينة النجف الطبية التعليمية، مستشفى النجف التعليمي، وهذا الصرح العلمي الكبير. هاي الزيارة الرابعة مثل ما ذكر السيد المحافظ، والتقينا بالسيد مدير الشركة الألمانية وكذلك دائرة المهندس المقيم. هذا المستشفى لديها خصوصية كبيرة تأخرت كثيرا منذ عام 2009، وضعنا خطة متكاملة لاستكمال هذه المستشفى. فرغنا السيد مدير عام دائرة المشاريع الهندسية في وزارة الصحة للإشراف المباشر مع دائرة المهندس المقيم ودائرة صحة النجف لمتابعة مراحل إنجاز هذا المستشفى. الحمد لله والشكر المستشفى أنجزت بالكامل. المستشفى الآن لمسات أخيرة، الآن دخلنا مراحل تدريب الملاكات الفنية والتقنية للأمور الهندسية، وإن شاء الله سنزف قريبا افتتاح المستشفى وإدخال الخدمة. أعلنت قيادة